بعد دخولك في تطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف الجوال، اضغط على زر القائمة على الركن العلوي الأيسر، اضغط على بطاقة دفع مسبق، حرك المؤشر للأسفل ثم اضغط على حمل البطاقة. قم بإدخال المبلغ الذي ترغب في تعبئته على حساب البطاقة. ستصلك كلمة مرور صالحة لمرة واحدة من خلال رسالة نصية قصيرة على هاتفك الجوال. أدخل كلمة المرور في الحقل المطلوب. قم بعد ذلك بالضغط على زر تقديم لتأكيد معاملة تعبئة رصيدك.